بسم الله. دلوقتي لو انا عندي زون بالشكل دوت، وهبدأ اقول له سمباص على اساس اشوف الشمس تبقى عاملة ازاي والانوال سمباص، تمام. فواضح ان الحيطة دي هي الموجهة للشمس اكتر، فدي هعمل فيها حيطة، هعمل فيها ويندو، فاقول له انسرت للويندو. ففي اشعة موجودة كتير هنا، دي اللي انا عايز بقى ادرسها، ان انا اعمل لها شيدنج فوق، فاعمل سيلكت عليها واقول له انا عايز اعمل شيدنج ديزاين ويزارد. اول اختيار هنا بيكون انا راسم البروفايل او راسم الحاجه اللي انا عايزها، هو يبدا يقطعها بحيث لا تبقى الا اللي يناسب الشباك. يعني ممكن يكون انت حاطط مظله كبيره فهو يبدا يقصها، ده هنا بيعمل اكسترود للمظله. هنا جنريت هو بيبدا يعمل مظله من غير ما نقول حاجه، مجرد بس بديله الشباك بتاعي، تمام اهو. وهنا بيعمل هو السولار شيدنج، بيبدأ يشوف ايه الأشعة اللي ساقطة على الشيدنج، بحيث لو في حتة إضافية أبدأ أنا أعرف إنها ممكن نقللها أو نصغرها، تمام. خلينا نختار رقم 3، وهاجي بعد كده هنا بيقول لي أنت عامل سيلكت للعنصر، فكويس جدا. حدد لي نقطة النقطة بتاعتي، نقطة الأصل بتاعتي أهيت، تمام. وبعد كده هقول له نيكست، وبعد كده بحدد الفترة اللي أنا عايز الدراسة بتاعتي تبقى موجودة. يعني مثلا أنا عايز أدرس الفترة ديت من الساعة كام للساعة كام، أقول له مثلا غيرها لي من الساعة 10 للساعة 14، نيكست. بيقول لي بقى اختار شكل من الاشكال ديت. هنا بيرسم لي مستطيل ممكن يكون اكتر من اللي انا عايزه، هنا بيعملها لي على قد، حتى لو القد ده مثلا في شكل عجيب حصل، بس هو الشكل اللي يكفي ان الاشياء ما تدخلش في اليوم دوت، اليوم اللي انا محدده هنا في الديت اللي انا محددها. هنا بيعملها لي بالشكل دوت، بيبقى في حته معموله وفي حته فيرتيكال، تمام. وفي برضو الاختيار دوت اللي هو بيعمل لي البرجولة مع الزوايا، هنا بيعمل لي اكتر من حاجة تغطي. فخلينا نختار كلهم صح، يعني اي مكان اللي اخترته ما فيهوش مشكلة خالص، تمام. نكست بيبدأ بقى يراجع معايا المعلومات، التوب اوفس قد ايه، سايد اوفس قد ايه، الدبس قد ايه، التاريخ اللي انت عايز تحسب عليه امتى، تمام. فاقول له اوكي، فهيبدأ يعمل لي شيدنج بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي. تقدر تتحكم في موضوع الشمس دوت، لا اما من هنا لا اما من هنا. هو هيبدا يبقى على قد ان هو ما يدخلش الشمس جوه المبنى. دي طريقه من ضمن الطرق لتصميم الشيدنج، تمام. طبعا هو مصمم على يوم معين، فاليوم دوت هتلاقي الشمس مش داخله، هو بيقلل دخول الشمس. تقدر تحدده فتره اطول بحيث ان هو هيكبر لي الشيدنج، بحيث ما يدخلش الشمس في طول الصيف او طول الشتاء زي ما انت عايز.